بسم الله ومساكم الله بالخير حبايبي من الغد. اليوم نبي نسوي لنا قرص جمري. هذه العجينة جبناها جاهزة. طبعا مكونات العجينة 3 أكواب بر، دقيق بر، وكوب ونص موية، وشوي ملح. إذا ما زان القرص ترى بنشوي واحد من معزاك ذي. لا. ها أنا بنتعشى عليها. لا. عطنا واحدة. أبعطيكم واحدة مشعبة. وناكلها؟ إيه. طبعاً من أساسيات القرص الجمري أول شيء تختار المكان المناسب، لابد يكون رمل أو بطحة، ويكون شبة النار كميتها كبيرة ونوع الحطب جيد، يكون له مجمار. أيضاً أساس تحصل لك على ملة. تسحب الجمر، تحط تنزل العجينة على الملة، ترجع ترد الملة فوقه، وبعدين تحط عليه جمر خفيف إلين يستوي. تجنب الطينة، الطينة ما تصلح. ليش؟ لأنها ناعمة وبتلزق على القرص فيصعب تنظيفها. طبعا لازم تكون العجينة قوامها ثقيل، تحط عليها دقيق من برا على أساس ما يلزق عليها الرمل. نمثلها الآن. كيف نمثلها؟ نجمعها على داخل. نفردها، لا تكون يعني سماكتها قليلة ولا تكون زايدة، تكون سماكتها متوسطة على أساس يكون داخلها لب. سحبنا المشاهيب هناك للعواد اللي باقي ما شبت، وهذا المجمر. اي عود ما شب طله. اسحب المجمار، اسحب الجمر كله على جنب، خلي فقط الملة. صلال اشغلت الغنم يا صلال، اشغلت الغنم يا صلال. هذه الملة الحارة، هذه اللي يستوي عليها القرص. ليش؟ على اساس ما يلصق عليه الرمل. بسم الله. نبدا الان نلقط من الجمر شوي شوي، نحط على الجمر كذا لين ينشف. اذا نشف من فوق دبنا. طبعا بعض بيقول بيجي رمل من تحت، ما يجي رمل لان الارض رملية وملة حارة ونفس العجينة قوامها ثقيل. ناخذ من الجمر نصف فوقها علشان تنشف. ما تكثر الجمر وتبدا تحرك يمين ويسار لين 3 ساعات عشان ما تحترق، اذا كثرت الجمر فوقها بتحترق. ناخذ من الملة الحارة هذه، الملة الحارة هذه ندفنها. نسحب الجمر فوق. الكريك هذا من الأساسيات عندي، دايم خلي في السيارة تغريزات أي شيء، ممتاز جدا. سلام. وندفنها، ناخذ من الملة الحارة، الملة الحارة ندفنها، وبعدين رد عاد فوق باقي الجمر ونخليه نحسب له تقريبا ما بين 35 دقيقة 40 دقيقة، أحيانا 25 دقيقة ما يطول. هذا بيجي فوق على فوق بيجي تراب. لا أبدا، لا جا فوق تراب وأنا أبوك لا تأكله. هذا اللي كانوا يسوونها بانا وأجدادنا، وهذا اللي كنا نسويه لا قنصنا. والحين بنطلع القرص. بسم الله. بسم الله.
سلام. بسم الله. والله ريحته شيء خيالي. هنا بدك تنظيف طقطق على الطقطق هنا. نبدأ عاد نحك حكي بالسكين شوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. تشوفون شيء. طبعا اللي يسأل يقول شيل الكاس. الكاس هذا بنفت فيه. أسرع شوي. نبدأ نفرم بالكاس. ما بدري كاس ستيل هذا خلي معك في السيارة تفرم خبز قرص أي شيء. نستمر في الطحن. كل شوي نضيف قطعة. نضيف قطعة ونبدأ ضغط وفرق. ضغط وفرق. كاس دام ما شاء الله تبارك الله. من أول نبلش إذا جينا نفرم القرص بيد النجر ندقه ما يجي على الخاطر. لكن هذا يكشف. بسم الله. الحين صب عليها شوي سمن. صب عليها طبعا بعض يحط لي عسل بعض ياكل بتمر كلن وذوقه. الله يجعلها علينا بالف عافيه.